ملك الأردن يتسلم أوراق اعتماد سفير اليمن. اللواء الزبيدي يهنئ الرئيس الإيطالي باليوم الوطني لبلاده. اللواء بن بريك يطلع على احتياجات مديرية سرار يافع. أمين عام محلي حضرموت يوقع عقد مشروع تأهيل المركز الصحي بمديرية بروم ميفع بساحل حضرموت. وبرئاسة الوكيل العامري لجنة المناقصات بوادي حضرموت تناقش مستوى إنجاز مشروع أبراج الخط الناقل للكهرباء والمحطات التحويلية.